اليوم الشعب وصل إلى قناعة بأنه يعني كفى استخداما لمعاناته من أجل تسويق المشاريع السياسية الداخلية والإقليمية، سواء الحزبية أو الأجندات الخارجية اللي مخرجاتها الآن وضعنا الحالي حكومة الكاظم، وجاءت على أثر احتجاجات هذه الاحتجاجات، وإن كانت هي مطالبها إصلاحية ولكن استخدمتها الأجندات الحزبية الداخلية، وأيضا استخدمتها الأجندات الدولية من أجل مشاريعها الخاصة. لو ماشي خيار السيد أسعد العيداني، هم كان اعتبرته حكومة مخرجات انتشارنا والجوكرية. لو ماشي خيار السيد أسعد العيداني، والله أسعد العيداني إيه ليش بنصار محمد الشياعي السوداني والخيارات الأخرى، خيارات كان ممكن أنه محمد توفيق علاوي، ليش خلاص احنا وسائل كانوا صوتهم هذا الوصف، ليش صار موضوع مصطفى الكاظمي صار هذا الوصف؟ مصطفى الكاظمي جاء وفق معادلة حزبية مقيتة محاصصة ومعادلة دولية، أطرافها كل الأطراف اللي الآن سواء يعني السيد هذا العامري يوقف بيوم تكليفه، احنا شارك بهذه المعادلة المقيتة سيد هذا العامري، سيد هذا العامري وكل سيد هذا العامري رجل دولة تحمل المسؤولية بعد 2003 والاحتلال الأمريكي موجود. خلينا بس سيد هذا العامري دخل مع دولة القانون، خلينا مصطفى الكاظم وحكومة تحكي لي. فأنا أكو قضية أساسية أقول، أولا ابتداء بعد الشارع ما يطلع، لا حد يهدد بالشارع، الشارع وصل إلى مرحلة أنه تستخدم معاناته وتستثمر من أجل أجندات حزبية وأجندات دولية. والله بقل من هاي يطلع، والله مليون يطلع لك بقل من هاي، ماكو مشكلة الشارع ما يطلع. حبيبي يطلع الشارع إذا لمطالب وطنية، ولكن إلى متى يعود الأثر راح يكون على من؟ بصراحة أقول لك إياها، هسه الأثر راح يكون على أي جهة تستثمر. يعني اليوم إذا الأخوة بالتيار الصدري عندهم جمهور وعندهم مشروع ومطالب، سماحة السيد مطالب خدمية، مطالب تخص